الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من سبل الوصول إلى مرضاة الله عز وجل والقرب إليه هو دعوة الناس إلى الله عز وجل. البعض قد يعتقد هكذا أن دعوة الناس إلى الله عز وجل هذا شغل فئة من الناس وهم العلماء. أولا، بإمكانك أنت أن تنقل ما عندك من علم، هذا العلم المتواضع أو العلم الناقص. كل واحد منا له علم يفوق على علم الغير، ولكل ورفعنا بعضكم فوق بعض وفوق كل ذي علم عليم. البعض منكم إذا ذهب إلى بلاد الغرب في منطقة حقيقة يعد عالما بالنسبة إلى غيره، هذا أولا. إذن زكاة العلم إنفاقه، ما عندك من العلم قدمه للآخرين، هذا أولا. وثانيا، كن سببا في نشر العلم. أنت لست بعالم، ولكن أنشر كتاب عالم، ساهم في تأسيس مثلا حوزة علمية. كل من يتخرج من هذه المدرسة من العلماء والخطباء والمبلغين والمرشدين هذا يصب في ديوان عملك. إذن إما كن عالما أو كما يقال داعما للعلماء. أبسط صور الدعوة إلى الله عز وجل هذه الأيام في مجتمعاتنا طبق من غير المسلمين من الخدم وغيرهم، أو تعلم ماذا ثواب من يدعو إنسانا إلى الإسلام؟ أنت مرة تشتغل على مؤمن تجعله يصلي صلاة الليل، هذا ممتاز. تعلمه تلاوة القرآن، هذا جيد. ولكن أنت تكون سببا في إسلام إنسان، هذا عظيم جدا عند الله عز وجل. نحن مشكلتنا أن نقول نعم أن ندل أحد على الإسلام من أساتذة الجامعة من كبار الشخصيات. من ولد يعقوب، عتق رقبة. الآن عبد تعتقه من العبودية، هذا شيء جيد. أما أن تعتق رقبة من النار، إنسان أو إنسانة تدعوها إلى الإسلام، كم لك من الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أمير المؤمنين إلى اليمن. أنا واقعا عندما أمر على هذه الرواية أقول ساعد الله قلب أمير المؤمنين كيف تحمل فراق رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الرواية أيضا من الممكن أن تكون أيام زواجه بالزهراء عليها السلام، إذا كانت القضية بعد الزواج وبعد الحسن والحسين، كم ثقيل على قلب الإمام أن يفارق المدينة ومن فيها. ومع ذلك النبي بعثه إلى اليمن وقال يا علي، أولا أوصاه بالمسالمة، يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه. البعض يقول الإسلام انتشر بالسيف،
الإسلام انتشر بالكلمة الطيبة. يقول: ادعوا الناس إلى الإسلام. أنتم تعرفون في صدر الإسلام إما أن يسلموا وإما أن يبقوا على الكفر، ولكن يدفع الجزية، هم في حماية المسلمين، إذن لا إكراه في الدين. المهم، وأيم الله، هنا الشاهد: لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. يعني يا علي، إذا ذهبت لليمن وكنت سببا في إسلام شخص واحد من أهل اليمن، هذا خير لك مما طلعت عليه الشمس. طبعا الشمس لا تطلع على الكرة الأرضية، على كذا من الكواكب والأقمار، هذه كناية عن عظمة ما يعطى الإنسان. هذا بالنسبة للهداية. الآن الإضلال، بعض الناس حقيقة يكون سببا لا لانحراف نفسه أو ولده، لانحراف المجتمع. بعض الذين ينشئون دور الفساد، مواقع الفساد، مجلات الفساد والإفساد، انظروا إلى وزر هؤلاء. يقول: ولا يتكلم بكلمة ضلال. هذا جزء من حديث عن الإمام الصادق عليه السلام. ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها، والعبارة مطلقة، يعني لعل إلى يوم القيامة. والرواية المعروفة: من سن سنة حسنة فله أجر من فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعكس أيضا في السنة السيئة. ختامه آية من القرآن الكريم، الآية تقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآن في الإماتة واضح القتل، إنسان يقتل إنسان قتله، كيف يحيي؟ الإحياء هذا عمل رب العالمين، هو الذي يحيي ويميت. كيف نحيي إنسانا؟ يقول في الرواية عن الصادق عليه السلام: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها. هنيئا لمن كان سببا في هداية إنسان. هذا المهتدي يأتي يوم القيامة ووراءه الآلاف من المهتدين، يقال: هذا ثمرة هدايتك لهذا الإنسان. والعكس أيضا هو الصحيح، من يأتي يوم القيامة والآلاف المؤلفة تأخذ برقبته تقول: أنت الذي أغويتنا في دار الدنيا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.